من جهة أخرى، رفض رئيس العراقي فؤاد معصوم مشاركة قوات عراقية في معارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. تصريحات معصوم تأتي عقب إعلان مجموعات كردية عراقية استعدادها لمشاركة قوات البشمركة في عملية تحرير الرقة في سوريا. واعتبر معصوم أن مهمة كل القوات العراقية التي تقاتل التنظيم هي في الأساس تحرير الموصل، وأضاف أن مسؤولية تحرير الرقة تقع على عاتق السوريين، لأن معصوم أكد على أن إرسال قوات برية أمريكية إلى العراق لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية يتطلب تنسيقا مع الحكومة العراقية من دون الحاجة إلى موافقة البرلمان.